مساء الخير، ازيك يا ست الريس؟ اهلا يا حلوة، ازيك؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب وانت بخير وصحة وسلامة. ربنا يخليك ويخليك يا جميلة. انا اسمي روان سيد احمد، انا عندي 10 سنين، انا بنت من ابناء قصر ثقافة الاسمرات، وليا الشرف ان موهبة طالعة من قصر ثقافة الاسمرات، وانا موهبة الشعر. ما شاء الله. هلقي لحضرتك شعر بعنوان طوبك الأخضر للشاعر حشمة الصادق. طيب اتفضلي. طوبك الأخضر بيوحشني جوي لونه، وأنا في البعد عنك دايما بقول فينه، واسرح في لونك في نظرة عيونك، في اسمك في رسمك إلهي يصونك، إلهي يجعل مخدر نجيلك، وبكره هجيلك واشرب من فناجيلك، وامسح دموع الغربة في منزلك، يا لابسة ثوبك من جريد النخيل، وبني بيتك على شط نهر النيل، يا مزوجة الشباك يا منورة الجناديل، يا نهر جاري من الكرم ما يعرفش معنى بخيل، يا صاحبة الجلة والصحن والحلة، يا ايد ماسكه الرحايا وايد تصر بالغلة، يا نايمة على سرير فيه 300 ملة، اصيلة بصحيح وتملي مشرفاني، امال ليه بقولك يا مصر وحشاني، يا مصر وحشاني. جميل جميل والله، ما شاء الله عليك. هنكمل بقى على طول المدرسة وبنذاكر كويس؟ بنذاكر كويس؟ أيوه. يعني بنطلع الأول كده؟ أيوه. على الولاد وكله؟ على الولاد مهم جدا. شكرا يا روان.